افتح عشان يكون في تفاهمات. ما عنديش تفاهم، انا عندي طلبات ولازم تتنفذ. ممكن يسمع طلبات بس مش ممكن من ورا باب يا فندم. حاضر، هفتح الباب. تشكر. ممكن اقعد بعيد عن خدام عن جوار؟ مفيش حد موجود. ممكن اسمع طلبات؟ اولا زي ما طلبت فتح الله وبلغته بشروطك العجيبه عشان تتمم الجواز، تطلبه تاني دلوقتي حالا وتبلغه انك سحبت كل اللي قلته وان اتفاقكم على مكان عليه مفيش تغيير. وثانيا اعرف مين اللي شار عليك وصلتك تعمل كده. ليه حضرتك اربط رجليه في فلقه وادي حضرته علقه؟ يستاهل عشان يبطل الهبل العثمانلي. عن اذنك. امان يا ربي، هبل عثماني كمان؟ راحت فين هبه باشا تركي عظيم؟ راحت زمان زمان مع عربي فلاح لما ركب فرس في مواجهة كديبي توفيق وبوق في وشه وقال له كلام قبيح علم مصريين اتجرأ على أشراف عثمانية. لولا كزمت متعلقة بنراي هانم ما كانش دخل دم تركي على دم مصري. راح عربي دخل انجليز، أعداء دولة عثمانية، أعداء أمير مؤمنين. يا المص، حياة في مصر أصبح مستحيل. معلش أنا بخوتك النهاردة يا عمدة. مفيش خلطة ولا حاجة يا لطيف بيه، أهلا بيك في أي وقت. يا سيدي أشكرك. اسمع بقى، أنا بتصل بيك تاني عشان أبلغك كل الطلبات اللي ضايقتك اتلغت يا سيدي، اتسحبت، يعني رجعنا زي ما كنا. عين العقل. سؤال واحد بس. اسأل يا سيدي تحت أمرك. أوامر الإلغاء دي مين صاحبها؟ أنا فاهمك يا سيدي، أنا اللي بلغني البرنس، لكن مين بقى بلغ البرنس؟ أنت عارف وأنا عارف. لسه هنا معتوه. المندوه، المندوه يا جناب العمدة، خدامك وفي حمايتك. يابا الحاج ده تلجيح عمري ما شفت زيها. مقبولة منك. انت هتسوق الهبل على الشيطانة ولا ايه؟ اكل وكلت، شاي وشربت، عايز تاني بعد اذنك يا جناب العمدة. استنى يا شرف. عبد الله، يعني اتفقت مع حماك عن الجمعة الجاية. روح بلغ الحجة وضبط هدومك وقول له لوازمك، مفيش وقت. حاضر. انت شرف،